جورجينا بدرية طلبة عسل بدرية طلبة تجنن. دي يعني أطيب واحدة في الدنيا. طب قول ألو بقى. ألو حبيبي حبيبي يا غالي، شكرا على الفلوس والكباريه. طب انت مش زعلانه ان هو انتحر بعد كل ده؟ لا ما خلاص خدت الفلوس بقى. لا اللي عمله فيا بقى اعمل ايه، بس ادوارد حبيبي ما اقدرش اشمت فيه. حبيبتي يا بدريه ابدعتي في المشهدين بتوعنا الاخرانيين بتوع امبارح. لا انت اللي كنت عامل كده فيا، انت قدامي عامل لي حاله مخليني بجد عايزه اوصل لك ومش عارفه برضو. لا وبعد كل اللي عمله فيكي يعني كنت لسه بتحبيه؟ طبعا هو ادوارد ما ينفعش ما يتحبش. ادوارد ولا عبد المحسن؟ حبيبتي يا بدريه. الاثنين. حبيبتي انت اللي ابدعتي وعمل عظيم بصراحه، يعني بجد ممثله اثبتتي ان انت مش كوميديانه بس، لا انت ممثله في حته تانية، وهتلاقي الدنيا واخداكي بعد كده في حته تانية خالص يا بدريه. ربنا يخليك، وانت السبب، والاستاذ محمد سامي طبعا العبقري اللي ما كانش بيعدي هفوايه كده. طب انا بقى يعني اولا ادوارد دمه خفيف قوي وانت دمك عسل، الكواليس بقى كانت يعني ما بينكم عامله ازاي؟ لا وطالعين دراما يعني، انا يعني مش قادره استوعب خالص. بصي كنا ملتزمين وكنت بحاول طبعا ايه اهرج واجيبه معايا سكه كده في التهريج، الاقيه ايه في دنيا ثانيه، خلاني انا كمان التزم اقول ادوارد معقوله؟ اه ده حقيقي. يعني بتحاولي ان انت تفك شويه ادوارد؟ لا هو كان يعني الشخصيه كان مندمج فيها. لا جاي من البيت بعبد المحسن اللي هو مصور مشاهد وبيكمل بقى معايا، فهو عايش ما فصلش يعني. انت اللي مبدعه والله يا بدريه ونجمه كبيره بصراحه يعني. ربنا يخليك يا ادوارد، وانا ليا الشرف اني انا اشتغل قدامك وبقياده الاستاذ محمد سامي اللي عمل لمحمد رمضان النجم المحبوب اللي هو كمان اثبت السنه دي ان هو في حته ثانيه خالص معانا. بجد يعني هو مختلف قوي السنه دي ما شاء الله عليه. وكان كل واحد فيكم ما شاء الله واخد مساحه كبيره، سواء حضرتك او حتى اخوات رضوان، كلكم كنتوا واخدين مساحتكم. الحمد لله الحمد لله. طب ردود الفعل بقى على العظيمه؟ لا طبعا انا النهارده في مباركات عاليه جدا، والناس عشمانه تيجي تسهر عندي في الكباريه. وعشمانين ان انا خلاص ست بقى معايا فلوس جامده جدا، فالحياه معايا اتغيرت. مبروك يا ست عظيمه. مبروك علينا جميعا وعقبال اللي جاي باذن الله. كل سنه وانت طيبه. وانتوا طيبين يا حبايبي، ربنا يخليك. كل سنه وانت طيبه وبالف خير، ويا رب كده دايما يعني تمتعينا، ويعني اتمنى انها ما تكونش اخر مره بينك وبين ادوارد بصراحه. لا 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 يا خراتي، وانا اقدر انا اقدر. كل سنه وانت طيبه حبيبتي. حبيبتي يا بدريه. بدريه طلبه، شكرا ليكي.